جريمة بشعة هزت ريف حلب الشمالي صباح اليوم، حيث عثر على طفلة مقتولة تبلغ من العمر 3 سنوات، هنا تحديدا في بلدة كفرة. الطفلة تم اختطافها ظهيرة الأمس عند الساعة 1، وعثر على جثتها قرب منزل والدها، حيث نقف هنا يعني في تمام الساعة 12 ليلا، منتصف الليل عثر على جثة الطفلة. وبحسب الطبابة الشرعية التي نقلت إليها جثة الطفلة في مدينة عزاز، قال بأن سبب الوفاة هو الخنق. نلتقي الآن مع والد الطفلة في بلدة كفرة. السلام عليكم، عظم الله أجركم. شو عم صار ليلي فائتي؟ الليلة فايتي اختفت بنتي غصون، العمر 3 سنوات، حوالي الساعة 1 للساعة 2 فقدت على الكامل. حاولنا البحث مع الجهات المعنية، مع الجهات المختصة، لن نجد أي وسيلة. بعد المباحث وبعد التدوير بالبيوت، بالأزقة، بالشوارع، بالجوامع، بالإذاعات، لم نجد أي شيء. حوالي الساعة 12 عثرنا عليها بجانب بيتي. جريمة بشعة، الله ينتقم من هالمجرمين. هالمجرمين هذول طفلي عمره 3 سنوات، 3 سنوات يشنقوا شنق. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. طب عم بتشك بحدا؟ في خلفيات للموضوع؟ أبدا، لا لي أعداء، لا لي خصوصيات، لا لي يعني ما بعد يا حدي. الله عظم الله أجركم، الله يرحمه ويجعل نفسه الجنة. إذا هذه الجريمة أحدثت الرأي العام هنا في ريف حلب الشمالي، فيما تستمر فرق الشرطة والأمن العام يعني متابعة حيثيات هذه الجريمة، ويجري الآن التحقيق والبحث فيما إن كان هنالك شيء يدل على القتلة. لتلفزيون سوريا محمد نور، بلدة كفرة، ريف حلب الشمالي.